تحت شعار الصحافة الرياضية ركن أساسي في الإصلاح والتغيير الرياضي، أقامت نقابة الصحفيين العراقيين المؤتمر الانتخابي للاتحاد العراقي للصحافة الرياضية، وتم التصويت لمنتخب لمنصب رئيس وأعضاء الاتحاد من قبل 143 صحفيا رياضيا. فاز فيها خالد جاسم بمنصب رئيس الاتحاد العراقي وعضوية كل من عدنان لفتة ويوسف فعل وسيف المالكي وعمار ساطع وجمعة ثامر وبلال زكية. نبارك للأخوة الذين فازوا في هذه الانتخابات الذي أقامه اتحاد الصحافة الرياضية في نقابة الصحفيين في العاصمة بغداد، وقد شارك به لخمة من إخواننا يعني الأكراد أو الإقليم كردستان، جاءوا من أربيل أو من محافظات أخرى إلى بغداد. أتمنى من الأخوة أن لا ينسوا إخوتهم في إقليم كردستان في كل حقوقهم وفي كل مبادرة التي عملها الاتحاد الصحافة الرياضية من الدورات ومن السفرات، فهذا قد يكون دليل على أن سيكون إصلاح بالنسبة يعني الهيئة السابقة. نقول بأنه الهيئة السابقة ما كانت يعني نقول بالمستوى المطلوب، ولكن الإخوان الآن سيؤدون عملهم وخاصة بتنسيق مع إقليم كردستان ونقابة الصحفيين كردستان، سيكون لنا عين دعم منهم حسب ما هم واعدونا، وان شاء الله احنا هم نعمل من اجل العراق والكردستان معا. بلا شك انا يعني اليوم سعيد جدا لانه ماخذ كل الاصوات من زملائي، واكيد اليوم كانت ممارسه ديمقراطيه جميله جدا بحضور كل الزملاء اللي موجودين في بغداد المحافظات. شكرا لهم من القلب لانه صوتوا لي، وشكرا لهم من القلب لانه وقفوا وياي. احنا ساعين انه نعمل وفق برنامج محدد تم وضعه قبل اكثر من شهر. كثير من الشغلات بي يعني شغلات ماليه واستثماريه واداريه، وان شاء الله يا رب يكون يعني نجاح يا رب حليفنا ان شاء الله. يعني اتصور انه يوم ديمقراطي حقيقي عاشته الصحافه الرياضيه اليوم، امانه تمكنا اليوم من انه نعمل تغيير في هيكله الاتحاد العراقي للصحافه الرياضيه. نتمنى انه احنا نكون خير مساندين داعمين للصحفيين الرياضيين عموما في كل العراق من شمال الى جنوبه في كل محافظه في كل بقعه. ان شاء الله نرتقي بعمل الصحافه الرياضيه العراقيه خلال 4 سنوات قادمه، ونكون عند حسن ظن من اعطانا صوته او حتى لم يعطينا صوته.